السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نكتب مقالات بطريقة سهلة جدا. تمام، ده مثلا موقع اسمه تولز باي هايبر رايت. تمام، هقول له انترو باراجراف جنريتور، فبيقول لي اديني البلوك بوست. فهقول له مثلا التايتل بتاعي فيزيت ايجيبت. تمام، الاودينس، تمام، التون اوف فويس، هقول له جنريت. هو بقى يبدأ يكتب لي المقدمة. تمام، ممكن تقول له جنريت مور فيبدأ يجيب لك حاجات تانية، وتقدر تاخدها كوبي بيست ايه كبداية. طيب خلينا نرجع بقى للموقع الأولاني ونشوف أدوات تانية. ممكن بلوج أوت لاين جنريت، هيبدأ يجيب لي مثلا، هقول له برضه فيزيت ايجيبت، فيجيب لي كذا أوت لاين بالشكل دوت. تمام، فممكن اقول له بقى ايه، طب خلاص هات لي بقى النقط ديت. تمام، وخلينا نروح بقى ايه للموقع نفسه هايبر رايت اي اي، واقول له انا عايز ادخل على الداشبورد، واقول له عايز دوكمنت جديد. تمام، واخد بقى كل كلمه من هنا، مثلا فيزيت ايجيبت، انترودكشن، كاتشر، بيبول، كل واحده من دول نخليها في فقره لوحديها. مثلا اهوت لوكيشن. تمام، اقول له رايت فور مي، يبدا بقى يعمل لك اكتر من اقتراح، وانت تقدر تختار اللي انت عايزه ويبدا يضيفه لك هنا. تمام، بس كده. تمام، ممكن بقى ناخد بقى نقطه ثانيه، بيبول، وهقول له وقول له رايت فور مي. تمام، هو بيقول لي بقى ان في اقتراحات، فممكن تدوس تاب عشان تختار اللي انت عايزه، او بالاسهم تختار. فبيكتب لك مقال. في ادوات كتيره جدا موجوده هنا بتسهل عليك، في ان هو يراجع الجرامر لو عندك مشكله، يحسن لك الباراجراف، كوشن انسر. تمام، ففي شويه ادوات حلوه، في ان هو مثلا يعمل لي بلوك كي وورد عايز يطلع في البحث كتير، فاقول له مثلا فيزيت ايجيبت، هو بقى ايه يجيب لي الكلمات اللي تناسب الكلمه دي، بيراميدز بقى والحاجات دي كلها. تمام، فتقدر تعمل مدونه بالكلمات، هيجيب لك اهم الكلمات، تورست، ترافل، ترافل اجنت، ترافل باكج، وهكذا. تمام، فتقدر تاخدها وتحطها بحيث ان تطلع في محركات البحث كتير.